لو ما حدا هالدنيا بتبع دوار يمكن تكبر يمكن تعلى وبلحظة تذوق المرارة تنسى لو ما حدا هالدنيا بتبع دوار يمكن تكبر يمكن تعلى وبلحظة تذوق المرارة لا تقسى لا تقسى لا تقسى بيوم ما حدا كبير مو كل شي ماله تجارة يمكن مالك قد البحر بس خاف الموج الغدارة اللي عندك قلب كبير مو كل شي ماله تجارة يمكن مالك قد البحر بس خاف الموج الغدارة الحب هو كل الدنيا هو ليلة هو نهارة حبك هدر وكبير تجميع ما بده شطارة دكتور دكتور كيف بنتي؟ بترجاك اللي بصراحة شو وضع بنتي؟ اطمني بنتك صارت منيحة وهي هلأ تجاوزت مرحلة الخطر بس في عنا مشكلة أنا آسف مدام الولد ما قدرنا ننقذه الولد؟ كيف؟ كيف يعني؟ أمي سمران أمي كيف يعني ما قدرت تنقذ الولد؟ كريتيكا مستحيل هالشي مستحيل هالشي أستاذ كورانا بأكد لك نحن عملنا كل اللي علينا وبتمنى تهدو شوي هلأ بس بدي أسأل مين راشفير؟ راشفير؟ ليش؟ لأنه كريتيكا بغرفة العمليات كانت عم تردد اسم راشفير وأنا بظن أنه رح تصير منيحة إذا شافت راشفير وضل معها بهالفترة أنا رح جيبه لراشفير دكتور أنا رح جيبه لراشفير ماما بتمنى تقوم بالسلامة رح روح جيبه لراشفير بعد ماما. عني ماما بترجاكي لوين بدك تروحي انتي ليش ما عم تفهمي انه راشفير تغير هو هرب لا لأنه عارف لا. انه لعبته انكشفت وعارف انه رح ينفضح بترجاكي فهمي بقى انه راشفير واحد ما بدي يسمع شي ما بدي يسمع ولا كلمة ما بدي ماما. يسمع شي لازم تسمعي يا أمي لازم تسمعي لك أنا ما بدي يسمع لازم تسمعي انت لازم تواجهي هاي الحقيقة يا عمي والحقيقة هي انه راشفير واحد ندل وواطي وحقير كمان لك هذا واحد مجرم وانا بعرف هالشي منيح وهو بيعرف كمان انه معي دليل ضده وهالدليل رح يزده بالسجن كل حياته لهيك هو هرب وما سأل حتى على كريتيكا كريتيكا بنتي طالعة بتجنن كتير روشني ماما لا أنا روشني لو سمحتي أنا غلطت كتير بحقك وممكن كمان كون ضايقتك بس كل شي منيح هلأ لهيك بترجاكي لا تبكي كل حياتي كنت أتمنى أني أشوفك وأنتي عروس واليوم أنا مبسوطة أنه تحقق هذا الحلم طلعي فيني شايفة سيد هارت شو عمل فيني حاسة حالي عم أحكي مثله روشني أنا بس حابة أعرف منك إذا بتقدري تعيشي مع بيت حماكي ولا لا ماما مو مشكلة بنتي أنا بعرف إنه سيد هارت شب كتير منيح
بكفي إنه قربني من بنتي وأنقذ لي شغلي كمان. شو وينه سيد هارت؟ وينه سيد هارت؟ مرت أخي؟ ها؟ سيد هارت لسه ما رجع؟ شو قصدك بابلو؟ أنا طلبت منك تروح وتجيبه لهون بسرعة، للضيوف رح يوصلوا ولازم يكون هو هون قبلهم، مو هيك؟ سيد هارت ما عم بيرد على موبايله عمي، أنت بتعرف عنه شي؟ ما عم يرد على موبايله؟ طيب قلي أنت بتعرف وينه؟ مرت أخي، أنت لا تاكلي هم، جهزيها لروشني بسرعة، وأنا رح جيبه لسيد هارت فوراً، منيح هيك؟ طيب ماشي روح بس لا تتأخروا. يلا رح روح وشوف شو الوضع برا. ماشي شكرا. حبيبتي انت طالعة مثل القمر اليوم، انت احلى بنت بالعالم، سيد هارت رح يطير عقله لما يشوفك. راشفير 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 انت هون؟ راشفير راشفير لك راشفير شبك ابني شبك؟ انا هون انا بحبها بحبها. راشفير وينها؟ انا تعبان، خديني خديني لعندها. راشفير مين عمل فيك هيك؟ بترجاكي تساعديني، ديدي رح تقتلني وتخلص مني. كيف؟ وقالت لي انه رح تقتلني بايدها اذا عرفت انه بدي اتزوجها لكريتيكا. بترجاكي بترجاكي انا هربت منها واجيت لهون. راشفير ابني بترجاكي 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 ساعديني، قالت لي انه رح تقتلني انا وكريتيكا، بدها تفرقنا عن بعض. بترجاكي بكفي، ما رح اسمح لك يا دور كديفي، ما رح اسمح لك هالمرة بالذات، أنا ما عاد أسمح لك أبداً إنك تلعبي بحياة أولادي مرة تانية. خلصنا بقى، أنت اليوم عم تواجهي وتتحدي أم، ورح فرجيكي نتيجة هالتحديات. بترجاكي تساعدينا، أنا ما بدي أي شيء، أنا بس بدي تزوجيني أنا وكريتيكا. بترجاكي لا تسمحي لديدي تقتلني أنا وكريتيكا، بترجاكي. هلا بتشوف سيد. تعال لهون سيد 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 سيد، اتركه. سيد اتركه سيد اتركه يا سيد اتركه. يا ربي خود حطير يكفي يا سيد، تصرف رأسه يكفي يا ابني. لا تعمل هيك يا سيد، يا سيد اسمع مني. سيد هارت انت واطي يا ابني، لا تورط حالك. تستاهل دافع. راشفير حماتي حماتي، الحقيقة انه ديدي ما رح تخلي سيد هارت يرجع لك، وهي كمان ما رح تخليني اتزوجها لكريتيكا، وسيد ما عم يفهم هذا الشيء. هي المرة خبيثة كتير وعم تخطط لحتى تأذيك، على برا رح تقتلني ورح تقضي على مستقبلي انا يا ابني. سيدوني انه هي المرة بدها تخلصني وتعمل سيد هارت وبدها تدمر كل العائلة كمان. سيد عمل لك اتركه لراشفير، بس لهون وبس. قوم يلا لشوف، احكي للكل قول الحقيقة، هلا احكي لهم كيف انك واحد حقير ومحتال، قل لهم هي مؤامرة منك. يلا احكي ولا صدقني رح يقتلك. يلا احكي لشوف وخلي الكل يعرف حقيقتك راشفير. سيد انا ما بعرف ابدا انت عن شو عم تحكي. هلا رح خليك تعرف عن شو عم تحكي. وقف وقف بسرعه ولا رح اضطر اني اقول. قبضوا عليه هون بسرعه. حاضر حنزلك تذكر انا. شو هذا؟ شو اللي عم يصير؟ شو عم تساوي؟ انا بورجيك حضرة المحقق، طول بالك. شو انتم فاكرين انه المستشفى حلبة مصارعة؟ عم تتقتلوا ومو همكم شي؟
الجسد. واطي لحظة لحظة حضرة المحقق، يلي صار هون مجرد سوء تفاهم. مثل ما شايف حضرتك هاي مشكلة بسيطة بيناتهم، ما أنا أكتر من هيك يعني. راز اتركني. ليك أستاذ كورانا، نحن لازم ناخدهم على المغفر هلأ، وبيكون أحسن إذا ما بتوقف بوش القانون. إذا بتريد من بعد إذنك. لا بس نعم تحركوا. اتركني تحرك. بس لحظة